التحول إلى الاقتصاد غير النقدي ده مصطلح يعني تداول كثيرا خلال الفترة الماضية، وهو أحد إجراءات الإصلاح الاقتصادي. يهدف المصطلح للتقليل من المعاملات النقدية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة والتحول إلى اقتصاد رسمي يمول خزانة الدولة. وللنجاح في تطبيق المشروع يظهر أهمية تطوير وتيسير التعاملات الإلكترونية المصرفية وغير المصرفية لاستيعاب وتحفيز النمو الاقتصادي بالتوازي مع تبني تطبيقات تكنولوجية متقدمة لضمان أمان وسلامة عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي. وحول ضرورة التحول إلى الاقتصاد غير النقدي نتابع هذا التقرير. للحد من التهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد غير الرسمي، تقوم الحكومة والمؤسسات الاقتصادية بتأسيس آليات التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، خاصة بعد أن بلغت البطاقات الائتمانية 33 مليون بطاقة العام الماضي. طبقا لخبراء، فإن الاقتصاد غير النقدي هو السبيل الوحيد لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات تحقق العدالة الضريبية بين المستثمرين، كما أن هناك 240 مليار جنيه ثروة عقارية غير مستغلة سيتم الاستفادة منها في حال التحول للاقتصاد غير النقدي. وعلى الصعيد الحكومي، أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الحكومة بصدد الانتهاء من شبكة التحصيل والدفع الإلكتروني، حيث تم بالفعل إيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية. عملية تنظيم السوق والتحول للتعامل غير النقدي يصب في صالح الاقتصاد القومي، بعكس عملية السوق غير المنظمة والسوق غير الرسمية التي تعمل ضد الاقتصاد المصري وضد الأمن المصري، خاصة في ظل عدم التعرف على مصادر الأموال والتي تستخدم في عمليات تهدد الأمن. للمزيد حول ضرورة التحول إلى الاقتصاد غير النقدي وتأثيره على الحياة اليومية للمواطن، ينضم إلينا في الاستوديو دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. أهلا بك دكتور هشام. مساء الخير. مساء الخير. بداية، بتتبنى الدولة طبعا مشروع التحول للاقتصاد غير النقدي زي ما ذكرنا وأيضا ذكر التقرير ضمن أدوات الإصلاح الاقتصادي. ما هو الاقتصاد الغير نقدي وكيف يعني يكون مدى تأثيره على المواطن في بداية وأخيرا المواطن المصري؟ الاقتصاد النقدي أو الورقي هو التعامل بالكاش، إن احنا يبقى معانا فلوس في إيدينا بنتداول هذه النقود، ودي ليها تكلفة، بنك مركزي بيطبع هذه النقود. وللأسف إنه سوء تعاملنا مع البنكنوت ده بيؤدي إنه التكلفة بتتزايد على بنك مركزي وعلى الاقتصاد. الحقيقه التيرن اوفر او معدل دوران الاموال اللي بتطبع وبتستخدم استخدامات غير مهذبه، ده بيؤدي انه العمر الافتراضي بتاع الورق النقدي ده بيقل، وبالتالي البنك المركزي بيزيد من كلفه او تكلفه هذه الطبعه، ده كله بيتحمله الاقتصاد. ناهيك عن انه التعامل النقدي بالكاش ده بيؤدي لمزيد من المخاطر على الافراد وعلى المؤسسات، لانه التعامل بالكاش ده اولا بيضيع الوقت. لانه لو هنفترض انه حضرتك عندك سياره وانا هشتريها، حضرتك مش عايزه القيمه تقبليها الكترونيا، عايزاها نقديا، فانا هروح البنك بتاعي هسحب الفلوس. اولا هضيع وقتي، هستأذن او هاخد اجازه، هنزل في وسائل المواصلات، هحمل على الطرق، هتحمل تكلفه، هروح للبنك هضيع ساعتين مع البنك، الموظفين انا بضيع وقتهم، وهاخد الفلوس، معرض نفسي لمزيد من الخطر، السرقه، التلف، التزوير وما الى ذلك، هاخدهم اديهم لحضرتك وهيك هتاخديهم حسابك، ارجع اوداهم حسابك في نفس البنك. هتروحي تودعيهم، هتضيعي وقت وهتضيعي تكلفه وهتحتملي مزيد من المخاطر. فاحنا عايزين نقلل هذه المتاهه وعايزين نزيد من الكفاءه، لانه خروج الاموال من البنك بيقلل من العائد بالنسبه لي وبالنسبه لحضرتك. وبالتالي طول ما النقود موجوده في شكلها الالكتروني او مش متداوله مع الافراد، هي موجوده كحسابات، في هذه الحاله العوائد بتزيد. لكن اهم من انه العوائد بتزيد، انه الكفاءه في اداره الاموال بتتزايد، وهذا الامر مش بس بيأثر بالسلب على الافراد او المواطنين، لكن كمان بيأثر بالسلب على مؤسسات الدوله ككل.
عشان كده الحقيقه الحكومه بتتجه بشكل قوي للغايه انه التعاملات تكون تعاملات الكترونيه. ومعنى التعاملات الالكترونيه انه احنا محتاجين انه الجهاز المصافي يصل للجميع، وده الحقيقه في اطار مبادره الشمول المالي انه الخدمات الماليه بوجه عام والخدمات المصافيه بوجه خاص تصل لجميع المواطنين. ليه؟ لانه المواطن ده له حقوق، كل المواطنين في مصر لهم حقوق. وابسط هذه الحقوق انه يكون الدوله بتيصل له من مستوى معيشته. مش عايزين نضيع من وقته ونضيع من امواله وتكلفته. يعني دي الفائده التي ستعود على المواطن؟ هتعود على المواطن، هتعود على مؤسسات الدوله، وهتعود على يعني الاقتصاد ككل. وبالتالي احنا الحقيقه في مرحله هامه للغايه، والحقيقه الدوله على مستوى ادياس على مستوى قمتها، ان احنا عندنا المجلس القومي للمدفوعات ده بيدرسه السيد رئيس الجمهوريه في عضويه رئيس مجلس الوزراء السيد محافظ البنك المركزي ووزراء المعنيين والحقيقه بعض الخبراء. دورهم الاساسي انه ازاي نرتقي ماليا ومصرفيا من خلال انه التعاملات تتم بالشكل الالكتروني. صحيح الجهاز المصرفي بيصرف الكثير علشان يصل للمواطن حيثما وجد من خلال الانتشار الجغرافي، لكن كمان الجزء الاكثر من تكلفه القطاع المصرفي بتبذل في البناء التكنولوجي، انه ازاي نصل للمواطن حيثما وجد مش من خلال اماكن، لكن من خلال وجوده في بيته في موقعه مع الموبايل بتاعه او اللابتوب بتاعه، بيقدر يدخل على حساباته بيعمل الترانزاكشنز اللي هو عايز يعملها سحبا وايداعا وتحويلا وما الى ذلك، وبالتالي المسائل يكون فيها مزيد من الوفر على الاقتصاد ككل. وبالتالي الحقيقه ده توجه على مستوى الدوله. طب ايه هي الاطر القانونيه والتشريعيه ايضا للمعاملات الماليه في مصر؟ يعني كيف يمكن ان تساهم في الحد من التعامل النقدي؟ هذه الاطر، ما هو خلينا لأنه التعامل النقدي له مضار عدة، مش بس في إطار التزييف والتزوير والتعرض للسرقة أو الحريق أو ما إلى ذلك، لكن كمان الأكثر أهمية أنه تبقى كافة التعاملات متشافة مرئية. وبالتالي ده مفترض أنه يحد من عمليات تخترق القانون، بمعنى انه تمويل الارهاب، تمويل عمليات ارهابيه، ده كله ده بيتم بالكاش، لانه مش هيتم جوه ضبط للمخارج والمداخل زي يعني بالتاكيد دي مساله هامه للغايه. وبالتالي كل من يعمل في اطار تجاره غير مشروعه، بقى بنتكلم مخدرات او غيره او تمويل عمليات ارهابيه، كل ده نقلله. وبالتالي هو مهم جدا انه الدوله بكل اركانها سواء كان حكومه او مؤسسات مجتمع مدني، مهم انها تساعد كثيرا في هذا الامر. وبالتالي هي النقطه الهامه الحقيقه اللي يمكن ان تحدث معنا نقله في هذا الامر من خلال تحسين او تفعيل فكره التعاملات الالكترونيه، انه الاقتصاد غير الرسمي اللي احنا الحقيقه بنعاني منه على مدار سنوات طويله، واللي بيشكل ما لا يقل عن 40% من حجم الاقتصاد، واللي هو بالتاكيد مضر ضرره اكثر من نفعه، على الرغم ان هو مؤكد بيشغل عماله بيطلع منتجات، لكن اتصور انه ضرره اكثر من نفعه لو تم ادراجه في اطار الاقتصاد الرسمي. ومهم انه من يعمل في اطار الاقتصاد غير رسمي يدرك جيدا انه سوف يستفيد افادات جيده للغايه حينما يدرك في اطار الاقتصاد الرسمي، حينما تكون تعاملاته في الاطار الالكتروني، وبالتالي هو هيستفيد كثير. وبالتالي هو ده من احد اهم اهداف المجلس القومي للمدفوعات. طيب ايه هي اليات بقى تطوير الاقتصاد غير النقدي؟ يعني ايه الاليات اللي بيتم العمل عليها الان من اجل الاسراع بتطبيق ده وشموله وعمومه بشكل كبير في مصر؟ الحكومه بدات بذاتها، بدات من خلال الوزارات المختلفه، انه فكره الشيكات الورقيه بتنتهي تلقائيا، والحسابات فيما بين الحكومه بعضها البعض او فيما بين الحكومه وباقي اجهزه الدوله بتتم من خلال الحسابات الالكترونيه. ودي نقطه بدايه جيده. الامر الثاني، محتاجين كمان زي ما الحكومه بدات بنفسها انه المؤسسات الاخرى داخل المجتمع كمان
تغلب فكرة التحويلات الإلكترونية عن فكرة التعامل بالكاش، لأنه بقى واضح دلوقتي من خلال أحاديثنا ومن خلال أحاديث الإعلام أنه التعامل النقدي مضاره كثيرة للغاية وتكلفته عالية، وبالتالي مهم جدا أنه كافة المواطنين يدركوا هذه الحقيقة وكافة المؤسسات تدرك هذه الحقيقة. إحنا محتاجين نزيد من أو ندفع من قدر دي الكفاءة، وبالتالي اللي احنا بنتكلم فيه ده مش بس اللي هم بيتعاملوا تعاملات مكثفة مع الجهاز المصرفي، لكن انا بتكلم على المواطنين العاديين. انا قاعد في بيتي، فاتورة الكهرباء، فاتورة المية، فاتورة الغاز وما الى ذلك، كل ده مفترض انه بيتم من خلال المدفوعات الالكترونية، بعيدا عن انه يبقى عندي جيش بيتحرك من موظفي او المندوبين الخاصين بشركات الكهرباء او الغاز او المية او ما الى ذلك، وبالتالي ده هيحدث كفاءة في الادارة، انه بدل ما يبقى عندي جيش بمرتبات كبيره في هذه الشركات، لا يتم الاستفاده من هذه الموارد البشريه في وظائف اخرى، في تقديم خدمات افضل للمواطنين، وده بييسر من حياه المواطن، انه بدل ما انا في انتظار انه يجي لي مندوب كل شويه، لا انا في هذه الحاله بعمل تعاملاتي بالشكل الالكتروني، وبالتالي ده بيجعل هذه التعاملات اكثر امانا. وبالمناسبه كل ما حجم التعاملات داخل الاقتصاد حتى تزايد التعاملات الالكترونيه، ده بيقلل من تكلفه الاقتصاد، بيقلل من تكلفه البنوك، وانعكاسه على المواطن بيكون اقل كلفه، وبالتالي هو ده اللي احنا الحقيقه محتاجين نوصله، لانه هو بكل تاكيد التكنولوجي الحديث بيحتاج تكلفه كبيره. القطاع المالي بيتحملها في الوقت الحالي، وعلى وجه التحديد القطاع المصرفي بيتحملها في الوقت الحالي تكلفه كبيره، لكن حينما يزداد حجم المتعاملين بهذه الخدمات من خلال تطبيق وتفعيل فكر الشمول المالي، انه هذه الخدمات تعم الجميع، في هذه الحاله التكلفه هتقل بالتاكيد، وبالتالي المردود الايجابي هيكون خلينا أيضا نتحدث عن حزمة الإجراءات المطلوبة أو الخطة الزمنية. عندي أكيد خطة قصيرة المدى ومتوسطة المدى لإجراء هذا أو لتنفيذ وتطبيق هذا المشروع. ما يتعلق بالحكومة، هو بالفعل الحكومة اتحركت ولديها خطط في التعاملات فيما بين الجهات الحكومية بعضها البعض، وده الحقيقة استتبعوا أيضا عدد من التحركات في إطار توحيد حسابات الموازنة العامة للدولة، بعد ما كان الحقيقة حسابات متشتتة وكثيرة، وده الحقيقة كان بيعيق عملية المتابعة والرقابة، فالحكومة بدأت بما هو متوفر لديها. ما يتعلق بتعاملات الحكومة مع المجتمع الآخر أو مؤسسات المجتمع المدني أو الشركات أو ما إلى ذلك، هي أيضا وضع إطار أنه الكل في إطار تعاملاته مع الحكومة، يعني لو شركات بتتعامل مع عدد من الوزارات بتنفذ تنفيذات أو مشروعات معينة، فيبقى التعاملات فيما بين الجهة الحكومية ووزارة أو محافظة أو هيئة وهذه الشركات الخاصة هتتم من خلال المدفوعات الإلكترونية. فيما يتعلق بالأفراد بقى، يعني الأفراد أو الأشخاص على مستوى البيع والشراء بشكل شخصي، تدريجيا المسائل بتتحرك في الاتجاه الايجابي. احنا فيما سبق كان كل العاملين في الدوله بيحصلوا على مرتباتهم نقدا وعدا، بدينا نشوف الكروت الاي تي ام، وبالتالي بدل بعد ما كنا بنشوف طوابير على موظف المرتبات، خلاص المسائل كلها بقى في تاريخ استحقاق المرتب بينزل على الحساب، بتروح تصرف اللي انت محتاجه من اي مكان، من اي مكنه موجوده منتشره على مستوى الجمهوريه. هذه المسائل بنتحرك فيها تباعا، لكن خلينا نركز على عنصر هو عنصر التعليم والثقافة، انه الحقيقة هذا الامر يحتاج لمزيد من التوعية لدى المجتمع، والحقيقة احنا غير مقبول يمكن شوية للبعض. لا احنا الحقيقة انا دايما عندي رهان كسبان على المواطن، انه مسألة انه المواطن او المواطن البسيط اللي ما عندوش قدرة على التعاملات الالكترونية، عندنا تجارب عدة فيما يتعلق به كروت المرتبات او حتى كروت البطاقات التموينيه، الكروت الذكيه الحقيقه اصبحت فاميليار او متالف عليها بالنسبه للمواطن البسيط، فيقدر لو احنا قابلنا التحدي اتصور المسائل هتبقى سهله، لكن احنا بنتحرك في الاتجاه الصحيح. مساله بقى انه يكون لكل مواطن له حساب مصرفي بيدخل على الانترنت بيتابع حسابه يقدر يعمل. ماذا تاثير ده على الاقتصاد غير الرسمي او غير المقنن الموجود في الدوله من خلال بعض الأسواق أو بعض الأماكن فيش عليها رقابة ولا ليها ضرائب ولا ليها أماكن، لكن هي لا تستطيع أن تتعامل معها بالكروت أو بالاي تي ام، لكن يتم التعامل نقدي. ماذا التأثير ده بقى على الاقتصاد بعدين؟ كلما نظهر محاسن وفوائد التعامل في إطار المدفوعات أو التعاملات الإلكترونية، كل ما من يعمل في إطار الاقتصاد غير رسمي
هيجد انه لا افضل له انه يندرج في التطور الاقتصادي ده. هو الفكره كلها في ما سبق، وده ما زال انطباع سائد عند جزء مهم من المجتمع ومؤكد بما فيه من يعمل داخل الاقتصاد غير الرسمي، انه هو ده افضل له. ليه؟ لانه رساله اللي واصله انه تعالى معايا في الاقتصاد الرسمي عشان تدفع اللي عليك في ضرائب في تامينات وما الى ذلك. طول ما الرساله هتفضل كده الاقتصاد غير الرسمي مش هيجي معايا. لكن عشان ادرج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لازم اظهر له مزايا ومنافع انه يجي معايا. نقطه البدايه انه الدوله مش شايفاه، يعني من يعمل في اطار الاقتصاد غير الرسمي ما يطالبش الدوله انها تعمل له بقى مرافق وبنيه اساسيه لان انا مش شايفه. فانا بتكلم بقى على نصيبه في المياه، في الصرف الصحي، في الكهرباء، في الطرق وما الى ذلك. الاكثر كمان من هذا انه الدوله بتساعده بقى في برامج تدريب لو محتاج يدرب العماله اللي عنده وما الى ذلك. وبالتالي وكمان يضاف اليها مؤخرا حزم التمويل اللي بتكلفه منخفض. يعني احنا عندنا مبادره ال 200 مليار اللي اقرها او طرحها السيد الرئيس، ودي على مدى 4 سنوات بفائده 5%. لن يتمتع بهذه المبادره او هذا التمويل منخفض التكلفه الا من هو في اطار الاقتصاد الرسمي. وبالتالي المحفزات في الوقت الحالي لمن هو يعمل في اطار الاقتصاد غير الرسمي كي يندرج في الاقتصاد الرسمي، المحفزات بقت كبيره. مساله التوعيه والتعليم والتثقيف دي مساله احنا محتاجينها بشده في الوقت الحالي، علشان انا بقى عندي قدر من المحفزات في الاقتصاد الرسمي، محتاج انه من يعمل في اطار الاقتصاد غير الرسمي يعرف انه لو انا شفتك هقدر اخطط لك، هقدر اديك القدر الكافي من الخدمات اللي انت محتاجها. وبالتالي ده مردوده الايجابي على مستوى الاقتصاد ككل، هنستفيد مش بس كتامينات وضرائب، لكن الاكثر اهميه انه يلتزم بقواعد اللعبه، انه من يعمل في اطار الاقتصاد غير الرسمي مؤكد ممكن يطلع لي منتج غير جيد ضار بالصحه، وبالتالي ده كله تكلفته فيما بعد على المجتمع ككل وعلى المواطن بيكون مرتفع. فانا محتاج انه من يعمل في هذا الاقتصاد انه يندرج معايا، ده هيكون افاده ليه رقم واحد عشان يجي معايا، ورقم اتنين هيكون افاده للاقتصاد ككل ولكل مواطن هو بالفعل بيتعامل مع مثل هذه المنتجات. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، كل الشكر لحضرتك يا فندم نورتني. مشاهدينا فاصل، بعد الفاصل نعود لاستكمال فقرات هذه الحلقه. فاصل.